برنامج مي فاطمه. اليوم ان شاء الله ندير لكم الطاجين تاع اللحم بعش السمان. غادي نقولوا ان شاء الله المقادير. عندنا اللحم، عندنا المعدنوس، عندنا البصله، البزار، الملحه، عندنا الخرقوم، عندنا سكينجبير، الثومه، قزبور، معدنوس، عندنا البيض تاع السمان، عندنا الحامض مرقد او مسير، عندنا زيت العود، وعندنا الورقه. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه. نقولوا ان شاء الله بسم الله. وغادي نديروا العطريه ديال داك اللحم. غادي نديروا البزار، غنديروا سكينجبير، غنديروا الملح على القياس، غنديروا شويه ديال الخرقوم والزعفران مخلطين، غنديروا الثومه تشوفوا، نديرو قزبور، معدنوس، كيف ديما كنطلق شوية الماء العطرية عاد كنديرها فوق اللحم، زعما نطلقها إن شاء الله. دابا اللحم ديالنا درنا هنايا في الكاملة، درت دوك الجاري ديال البكري. الا بغيتو ديروه بالغنه ديروه، المهم بالجاري كيجي احسن. دابا ديك العطريه اللي طلقنا في الماء حنا غنديروها فوق اللحم، ومن بعد نطلقها ان شاء الله. دابا اللحم ديالنا ملي قلينا داك شويه ديال الماء والعطريه، هو هذا كنديروه هكا باش كيشد اللون، عاد من بعد كنكمل. دابا غادي نديروا البصله ديالنا، نديرو جوج طروفات على الحامض، اللي كيبغي يكون حامض شويه يزيد الحامض. غادي نديرو زيت العود، غادي نديرو كياس ديال الماء، دابا غنخليوه يطيب ونتلاقاو ان شاء الله. دابا ان شاء الله غنوري لكم كيفاش غنديروا لنا داك المعدنوس اللي غادي نصوبوا به داك، وغنصوبوا به داك الطاجين. جيبوه ونقيوه وديروه قباطي بحال هكا، ولوحوه في الماء كيكون تيغلي، يعني مغسول مصوب. اولا الا ما بغيتوش ديروا ليه هكا، جيبوه وقطعوه بحال الشكل ديال البقوله، جيبوه وقطعوه وديروا فيه شويه ديال الحامض وديروه تبخر في الكسكاس. ولا بغيتي ديروا ليه هكا باش تيبقى خضر، يعني في الكسكاس تيجي شويه اللون ديالو كحل. صافي غير واحد شويه ونحيدوه، نديروه في الماء بارد من الثلاجه. اول ما عدنوش حيت درتو في الماء طايب، ومن بعد درتو في الماء بارد من الثلاجه، يكون الماء في الثلاجه في الثلاجه اولا الثلج، وتيبقى هكا خضر. يعني واخا انتم تشوفوا الطريقه اللي غندير ليه تيبقى هكا خضر، ونتلاقاو ان شاء الله. دابا المعدنوس ديالنا اللي شفتو كيفاش الطريقه درنا اللي قطعناه بحال هكا، هو كيبقى خضر. غادي نزيد فيه شي ديال البزار، شي ديال الملحه، شي ديال الثومة، شوية ديال زيت العود، غناخد شي المرقة من هاد، ناخدو شي المرقة من الطاجين نديروها فيه، غير شوية ماشي بزاف باش يبقى ليكم خضر. إلا مبغيتيش تزيدو فيه زيت العود تكافاو غير بالزيت ديال الطاجين ماشي مشكلة. ونخليوه يتشحر مزيان ونطلقوه ان شاء الله، ومن بعد ذوقوه شوفوا الا خاصه شي حاجه زيدوه، خاصه الملحه ولا يعني شويه ديال العطريه ولا شي حاجه زيدوه. دابا نطلقوه ان شاء الله. دابا المعدنوس ديالنا اللي شفتوا الطريقه كيفاش درناها، هويا هو تشحر مزيان. زدت فيه شويه ديال المرقه ديال اللحم، وزدت فيه شويه ديال الحامض لان جاني شويه ناقص. دابا ها هو وجد،
والمريقة ديالنا ديال الطاجينة هي موجودة، ونتلاقاو إن شاء الله. دابا إن شاء الله غنوري لكم كيفاش درنا هاد العشوشة. هادو غتقطعو الورقة بحال هكا، غادي ديرو فيها البيض ديال البيض. أنا غنوري لكم غير شوية حيت أنا راه صورتهم. غتجيبو واحد السلافة بحال هادي، ديرو فيها شي ديال الزيت. الا ما عندكم داك السنتر ديرو، حيت انا ما عنديش درت هاد الجبابي. الا عندكم نتوما داك السنتر ديرو، من بعد كتخلطو داك البيض ديال البيض مع الورقه وكتهزو وكتحطوهم هنايا بحال هكا وكتقدوهم. الا بغيتو ديرو العشوشة كبار كترو الورقه في عمرو الجبانيه او الزلافه، ولا بغيتو ديروهم بحال هادو ديرولهم غير بحال هكا وقدوهم وخشوهم في الفران الفوق، وغادي يتحمروا بحال هكا، غير تحمروا من التحت ومن الفوق، ونتلاقاو ان شاء الله. دابا العشوشة ديالنا هما موجودين، دابا غادي نعمروهم داك المعدنوس. غير جربوه كيجي هاد المعدنوس هائل. والطريقه ديال زمان ماشي هكا، كنحطو المعدنوس فوق اللحم وكنطيبو البيض في المقله بشويه ديال الزيت العود وكنحطوه فوق منه. غير انا درت لكم دابا الطريقه هذه، نبدلو شويه. المره اخرى ان شاء الله انا غادي ندير لكم بهذيك الطريقه اللي قلت لكم دابا، الطريقه البلديه. دابا نتلاقاو ان شاء الله. دابا اللحم ديالنا هو طايب، المريقة ديالنا ها هي كما كتشوفوا كيفاش خاطرة. الطبخ المغربي نتوما كطيبوا ونتوما كذوقوا، يعني هذا هو الطبخ ديالنا. الطاجين ديالنا هو موجود، كنتمنى باش يعجبكم. دابا بقى لينا الى ندردرو المحبه والسلام للمغرب الحبيب.